قول لي التشكيل اللي يلعب بيه نادي الزمالك قدام الرجاء من وجهة نظرك. بص هو طبعا يعني اكيد طب سريعة. بص هيبقى ابو جبل ماشي. عبد الله جمعه تمام صح؟ كويس. عبد الله هيبقى محمود علاء ماشي. تمام عبد الغني محمد عبد الغني. محمد عبد الغني حازم امام لو كويس. كويس يبقى حازم امام كويس ومجدد. طب تمام ماشي. ماشي هيبقى طارق حامد في نص الملعب مين تاني ممكن احمد زيزو او اوباما في نص الملعب الديفندر. الديفندر يعني طلعت اوباما بفرجاني. لا فرجاني بس فرجاني على حسب الحاله بتاعته فرجاني برضو خد بالك بقاله فتره بعيده طيب يعني انت هتلعب بزيزو ولا بزيزو اوباما؟ انا هلعب باللي هم اللي جاهزين ماشي. مين بقى من وجهة نظرك طارق ومين؟ يعني زيزو بيشتغل فيها كويس واوباما حلو برضو عشان يعني هحاسبك على التشكيل تمام ده. زيزو ماشي. ماشي فرجاني ساسي لو وصل للمرحله اللي هي اللي هو المستوى بتاع فرجاني يلعب طبعا ماشي وبن شرقي كده وطبعا مصطفى محمد ماشي. و فاضل لك لاعب. بن شرقي خلص يبقى كده مصطفى فتحي. ايه لا مصطفى مصطفى فتحي لا ونجم. ونجم يعني هو ونجم. الافضل في الفتره الاخيره شغال كويس مش طيب وحش الفرقة اللي انت اخترتها دي وفي حالة تأهل نادي الزمالك تمام هي اللي تلعب قدام النادي الأهلي ولا يتم تغيير؟ على حسب مجرى المباراة على حسب دراسة يعني يعني في الأفضل حالة التأهل بالأفضل بإذن الله في حالة بالأفضل يعني هي يتلعب نفس كده التشكيل. أكيد طبعا طيب التشكيل الأنسب أنا برضو بفترض إن يعني إيه إن المباراة بكرة تمام التشكيل الأنسب للنادي الأهلي في المباراة النهائية أيا كان هيواجه الزمالك أو هيواجه الرجاء إن شاء الله يواجه الزمالك. انا بتمنى والله يعني على فكره ماشي. هتبقى مباراه تاريخيه ومباراه يعني إن شاء عارف الله يحصل. دي حقيقه يعني بص هيبقى طبعا الشناوي ماشي. علي معلول علي معلول مصاب طبعا كويس. كويس يبقى علي ماشي. معلول ده لسه احنا في آخر الشهر. تمام ياسر إبراهيم. ياسر ابراهيم أيمن أشرف. ايمن اشرف محمد هاني ماشي كويس في الفترة الأخيرة على فكرة. أليو ديانج. سولية. هيبقى أفشة. أسرع أسرع أفشة عشان ماشي حسين الشحات. هو حسين يعني علي عنده حزق إجهاد طيب يعني لا تمام يعني هيلحق. هيبقى مروان محسن قدام. وأجاي واجاي أجاي بس هيبقى تحت تحت اجاي تحت مروان محسن. يعني حسين الشحات مثلا او يعني حسين شحات وأجاي وقفش وقفش بس وراس حربة وحيد. مروان محسن الفرقتين دول بالتشكيل اللي انت اخترتهم تمام مين ياخد البطولة؟ سبتك اهو تختار التشكيل زي بص ما انت. انت عندك بن شرقي سؤال محدد بص علشان نختم. يلا مين ياخد بص البطولة؟ انا هقول لك على حد يعني بجد ده حقيقة بن شرقي خلص اي ماتش يعني عنده قوة يعني انت حسمت البطولة في حالة تأهل الزمالك للزمالك. بن شرقي نادي الزمالك في الفترة الأخيرة أفضل ثقة أكتر عنده إمكانيات لعيبة أعلى إذا إبراهيم سعيد يا جماعة يعني في حالة تأهل نادي الزمالك هقول لك للمباراة بصراحة النهائية في دوري بن الأبطال. شرقي بن شرقي بيدي ثقة لأي حد ده حقيقة إبراهيم سعيد أنا بشكرك حبيبي يا يعني نورتنا وشرفتنا.